بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، أو زي ما احنا كلنا عارفين، إن شاء الله يوم الجمعة القادم هي مباراة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك، وهي مباراة كبيرة للفريقين الحقيقة. خلينا نتكلم عن النادي الأهلي وكل الإشاعات المثارة الحقيقة خلال من أول منذ بداية اليوم وحتى الآن، إشاعات كتيرة جدا عن استبعاد فلان أو استبعاد علان أو كذا أو كذا أو كذا. طيب، لو حضرتك المدير الفني للنادي الأهلي أو أنت واحد من جمهور النادي الأهلي وشايف المدير الفني استبعد إسلام، خلاص، وأنت عندك قائمة فيها 30 لاعب، إذا صح هذا الكلام، إذا صح هذا الإشاعات اللي هي طالعة من نص النهار النهاردة لغاية دلوقتي، إذا صح هذا الكلام، لو حضرتك مشجع أهلاوي وشايف إن المدير الفني بتاعك استبعد لاعب وأنت عندك 29 لاعب أو 30 لاعب أو أكتر شوية، ال 30 لاعب كلهم أفضل من بعض. المدير الفني له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب في القايمة بما يرى مناسبا للمباراة القادمة. ده دايما اللي احنا متعودينه من كل جمهور النادي الأهلي، وكلنا شفناه خلال السنوات الكبيرة، خلال من 1907 وحتى الآن، ده دايما اللي بيحصل. المدير الفني هو من يختار وهو من يتحمل المسؤولية في اختياراته، سواء بالاستدعاء أو بالاستبعاد. وبالتالي لما تنظر لقائمة النادي الأهلي 30 أو 35 لاعب، لا، بتجد أن ال 30 اللي موجودين في النادي الأهلي هيدخل مين وهيستبعد مين، هيدخل مين وهيستبعد مين. حتى هذه اللحظة لا توجد قائمة رسمية معلنة للنادي الأهلي، حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم مفيش قائمة رسمية للنادي الأهلي. وبالتالي إحنا كجمهور النادي الأهلي مش فارق معانا، إحنا كجمهور النادي الأهلي أنا عندي مباراة يوم الجمعة القادم، هي مباراة مهمة ومباراة صعبة، بتلعب فريق قوي، فريق نادي الزمالك، ولكن في نفس الوقت أنت قادر بأي سكواد أو أي 11 ومعاهم 7 من الاحتياطي اللي موجودين، ال 30 لاعب كلهم أفضل من بعض. الأهلي في النادي الأهلي المدرب مدرب واللاعب لاعب، وإحنا عارفين دايما، بعيدا عن أي شيء آخر، إحنا عارفين دايما أن الجمهور هو العامل الرئيسي والعامل الأساسي في مساندة النادي الأهلي في مثل هذه التوقيتات، مساندة الفريق، فريق النادي الأهلي. حضرتك ولا بتساند لاعب ولا بتساند مدرب، وإنتوا اللي علمتونا كده، جمهور النادي الأهلي اللي علمنا كده، الجمهور في ظهر النادي الأهلي فقط لا غير، مش في حاجة تانية. وبالتالي أنا شخصيا لا ألتفت لمثل هذه الأمور ولا أنظر لمثل هذه الأمور. عندي مدير فني كلنا ثقة، أو عندنا ثقة كبيرة جدا في هذا المدير الفني، عندنا ثقة كبيرة جدا في الـ30 لاعب اللي موجودين، يختار من يختار ويستبعد من يستبعد، هو الحر، هو المدير الفني حر يختار اللي هو عايزه من خلال الـ30 لاعب اللي موجودين قدامه. لكن الكلام كل ما يثار خلال الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة، أنا ما أقدرش أقول لحضراتكم مين قائمة النادي الأهلي لأنها لم تخرج رسميا للإعلام. وطبعا عشان تخرج رسميا للإعلام بتخرج الأول لقناة النادي الأهلي عشان نقولها لحضراتكم. وبالتالي خلينا ننظر للمباراة بقى من النواحي الأخرى، مباراة مهمة، ولكن في النهاية هي مباراة بثلاثة نقاط، بتلعب نادي الزمالك فريق قوي وفريق كبير وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت 3 نقاط بتوع الزمالك زي 3 نقاط بتوع فرق أقل من نادي الزمالك فنيا وتاريخيا. ديربي الأهلي والزمالك معروف أنه هو الديربي الأفضل والأكبر والأهم في تاريخ الوطن العربي والبطولات الدوريات العربية. من هنا بنكتسب هذه، بيكتسب مباراة الأهلي والزمالك تكتسب هذه الأهمية الكبيرة جدا جدا في المتابعة بالملايين. يعني الناس يوم الجمعة لما تسأل حد انت هتعمل ايه يوم الجمعة، مش عايزين نقلل ولا نهول من الموضوع، مش عايزين نقلل ولا نهول من الموضوع، لكن لما تيجي حضرتك انت واصحابك لما تيجوا تسألوا بعض كده انت هتعمل يوم الجمعة، انت بترتب يومك على ماتش الزمالك الاهلي والزمالك، انت بترتب يومك على الماتش ده، فماتش مهم وماتش صعب، وكلنا هننتظر هذه المباراة، واللاعبين عارفين هذا الامر. الحمد لله في جيل او اجيال كتيره جدا في النادي الاهلي لعبت مباريات كثيره اهلي وزمالك. مباريات الاهلي والزمالك دايما بيبقى ليها وضع مختلف، بيبقى ليها تفكير مختلف، بيبقى ليها شكل مختلف حتى في الملعب.
دايما شخصية النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي هو اللي بيحسم هذه المباريات دايما في أي مباراة. هل حضراتكم فاكرين مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكاس 4-3؟ فاكرين المباراة دي كانت سيرها الماتش ده كان ماشي ازاي؟ الماتش ده أول دقيقة أو أول ربع ساعة دخل في النادي دخل فينا جون في الوقت ده عمرو زكي على ما أتذكر وهدف 1-0، بعد كده عماد متعب اتعادل، بعد كده جمال حمزة على ما أتذكر جاب جون لنادي الزمالك، محمد أبو تريكة كرة شوقي عملها له بالعرض اتلعبت حطها في المرمى 2-2 في الدقيقة 44 أو 45، وبعد كده بيخش فيه الجون ثالث 3-2، وبعد كده أحمد صديق بيعمل لأسامة حسني هدفين 4-3 في المباراة. دايما النادي الأهلي بيحسم هذه اللقاءات بروح النادي الأهلي واللي دايما بنستناه، مثل يعني أي لاعب في الدنيا بيستنى مثل هذه المباريات، مباريات صعبة ومباريات في نفس الوقت حلوة ومباريات سهلة، صعبة وسهلة في نفس الوقت. يجب أن يكون هناك تركيز شديد في هذه المباراة، يجب أن يكون هناك تركيز شديد أن الجمهور كله ينتظر هذه المباراة، ولكن لما تنظر على الجانب الآخر هي مباراة 3 نقط، يعني كسبتها خدت 3 نقط، كسبت فريق تاني فريق فيوتشر 3 نقط، الصاعد حديثا من الدوري للدرجة التانية. فمش عايزين نضع للموضوع، المدرب يختار من يختاره، هو حر وكلنا في ظهره وكلنا هنقف في ظهره، وبعد يوم الجمعة نبتدي نتحاسبه أو لو شفنا حاجة غلط معمولة نقولها زي ما بيحصل خلال الفترة السابقة، وزي ما جمهور النادي الأهلي دايما معودنا على إن هو دايما في ظهر النادي الأهلي في كل الأمور وفي كل شيء، في كل الأمور وفي كل شيء، خصوصا في ظل وجود تحكيم مصري. خلاص هو تحكيم مصري هو اللي هيحكم هذه المباراة، الأهلي والزمالك مباراة يقودها طاقم تحكيم مصري، طاقم تحكيم مصري الأغلب هو كابتن محمد عادل، لأن تم أنباء، بنقرأ أنباء وبنسمع أنباء وبنعرف من هنا ومن هنا ومن مصادرنا هنا وهنا، كابتن محمد عادل واحد من الحكام الجيدين، ما حكمش مباريات أهلي وزمالك قبل كده. عايز أقول لحضراتكم يعني برضو كابتن محمد عادل أدار 17 مباراة للأهلي على مدار التاريخ، الأهلي حقق الفوز في 13 مباراة، تعادل في 3 مباريات، خسر في مباراة واحدة. أدار كابتن محمد في الموسم الماضي للأهلي 5 مباريات، الأهلي حقق الفوز في 3 مباريات أمام المصري والإنتاج الحربي وأسوان، وتعادل الأهلي في مباراتين أمام الجونة وبيراميدز. فخلينا ننتظر إلى يوم الجمعة، ودايما مساندة جمهور النادي الأهلي هي اللي هتكسبنا هذه المباراة، أنا دايما بشوف كده، مش أنا لوحدي، كل الناس اللي عصرت الجمهور في المدرجات عارفة أن الجمهور ده له وزن وله مساندة كبيرة جدا جدا في ظهر اللاعبين. فإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة، وبعد كده ننظر بقى لما هو قادم، إيه اللي هيحصل بعد كده، لأنه بعد كده بقى في ترتيبات أخرى هنتكلم عنها خلال الأيام القادمة. إن شاء الله بكرة الخميس في مباريات في الجولة الثالثة، في بداية الجولة الثالثة في الدوري الممتاز، البنك الأهلي والإسماعيلي، كابتن طارق مجدي حكم للساحة وكابتن محمد سلامة للفار، مصر المقصة وسيراميكا صبحي العمراوي حكم للساحة وكابتن مصطفى عثمان للفار، الجونة وفاركو وليد عبد الرازق حكم ساحة وكابتن محمد يوسف فار، والمقاولون العرب وطلائع الجيش الكابتن ابراهيم نور الدين حكما للساحه والكابتن خالد الغندور في الفار، وبيراميدز والاتحاد السكندري كابتن محمد معروف حكم للساحه وكابتن محمد عباس في الفار. دي المباريات اللي هتلعب ان شاء الله في بدايه الجوله الثالثه للدوري العام المصري. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هتكلم مع حضراتكم في وجود أحمد كريم سعيد وأحمد ثابت، هنتكلم في كل الأمور الفنية فيما يخص نادي الزمالك، وإزاي بيلعب نادي الزمالك، نقاط الضعف اللي موجودة، نقاط القوة اللي موجودة في نادي الزمالك من خلال الشاشة طبعا، وهنعرض لحضراتكم كل هذه الأمور علشان نشوف إيه اللي هيحصل إن شاء الله يوم الجمعة القادم. عملنا بعض اللقاءات مع جمهور النادي الأهلي يقولوا لنا رأيهم في الجولتين الأولى والثانية في الدوري العام المصري ورأيهم في مباراة الأهلي والزمالك. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير. ده الأهلي طبعا اختلف في الماتشين، الماتش الأولاني كان ماشي كويس جدا، وإحنا نفسنا فوجئنا بالتشكيل وفوجئنا بطريقة اللعب، لكن الماتش الثاني حصل فيه اختلاف. ماتشين كويسين الحمد لله، والأداء
كان كويس طبعا قوي في الماتش الاسماعيلي وعملوا ماتش كويس. البنك الاهلي بس عشان كان بيدافع قافل المنطقه، بس برضو الاهلي عمل شغل احسن من المدوشة اللي قبل كده. والله هو حصل تذبذب في المستوى بين ماتش الاسماعيلي وبين ماتش البنك الاهلي. ماتش الاسماعيلي قدمنا كره كويسه قوي، وكان في تكتيك جديد بيتعمل، وكان في جمل، وكان في شغل في الملعب ظهر، والناس ادت بشكل كويس قوي، وكان في فاعليه في الاداء، وده انعكس على النتيجه 4 اهداف. في ماتش البنك الاهلي حصل اهتزاز شويه، يمكن في مستوى بعض اللعيبة، يمكن التكتيك الجديد لسه اللعيبة ما تأقلمتش عليه قوي، فأدى إن الماتش خرج بصورة الناس جا جمهور نادي أهلي مش مبسوط منها زي ما كان مبسوط في ماتش الإسماعيلي. أولا ماتش الإسماعيلي أهلي كان يعني الحمد لله كان اللعب مقنع وجماعي، وكان الأهلي يعني كان اللعب عندها حماس، وبان بيرس تاو ده وماكسيموني ده يعني كانوا كويسين. يعني نبدأ ماتش الإسماعيلي إن شاء الله. يعني الحقيقة كان يعني ماتش حلو جدا، وكان أداء مختلف تماما، وأعتقد كل فرقة عملت ماتش كويسة، استعداداتهم كويسة، وده أثبت إن يعني موسيماني إنسان يعني مدرب ناجح. الحقيقة ماتش الإسماعيلي كان ماتش ممتاز جدا، بس الإسماعيلي طبعا كان مش كويس. الأهلي عمل ماتش عظيم وكانوا ممتازين. الخطة اللي اتعملت كانت خطة كويسة جدا اللي عملها موسيماني. البداية الحمد لله كويسة، وإثبات وجود على أساس إن السوبر طار، فكان لازم حاجتين يتعملوا، إثبات وجود، تحقيق نتائج طيبة. بس المشكلة كلها إن هو لسه جس النبض. جس النبض هو الدوري اللي بادئ، المصري بادئ بداية قوية جدا، عدد الأهداف كتير، وغير البدايات النايمة بتاعت كل مرة. بس الأهلي عنده تصميم إن هو البطولة اللي راحت منه المرة اللي فاتت ما تتكررش تاني، فهو داخل بقوة وربنا يسهل. الزمالك قوي والأهلي بيستقتل، بس في الآخر ربنا يسهل والأهلي يكسب. المباراة دي خارج نطاق التوقعات، مين يجيب الجول؟ محمد شريف ممكن، وحسين الشحات. ان شاء الله الاهلي يكسب 2. انا اتوقع ان بيرس تاو هجيب جول. بالنسبه لصاحب الاهداف لو لعب شريف الماتش كله، ما يقول له شريف لازم هيهدف باذن الله. الملعب هيبقى هو فعلا الحكم، اللي هيلعب كويس هيفوز، وانا اتمنى ان الاهلي يفوز. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. ازيك يا كريم؟ ازيك يا عبد السلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله تمام. طب الحمد لله. ابعتوا لنا طبعا على هاشتاج كريم وثابت مع الشاطر اي اسئله عايزين تسالوها سواء لكريم سعيد او احمد ثابت، علشان يقدروا يجاوبوا لكم عليها من النواحي الفنيه. هنتكلم اكتر في كل النواحي الفنيه الخاصه بهذه المباراه، مباراه يوم الجمعه القادم، مباراه النادي الاهلي ضد نادي الزمالك. كريم هبدأ معاك. أكيد عصرت قمم كثيرة جدا ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. نعم. رأيك في القمة القادمية؟ أعتقد القمة دي ممكن يتحط لها عنوان إن كارتيرون ما عندوش حيرة، موسيماني عنده الحيرة كلها. الأمان يعني كارتيرون فرقة سكواد ثابت بقاله فترة طويلة، لعيبة بتلعب مع بعضها ووصلوا لدرجة انسجام. حتى نشوف نادي الزمالك ربما في أول جولتين ما بيقدمش يعني الكورة الحلوة أو الكورة اللي احنا نقول بنلعب كورة فيها متعة أو فيها جمل، ولكن فرقة تقيلة، فرقة عارفة ازاي تكسب، فرقة لعيبة بيلعبوا مع بعض أكتر من 3 سنين المجموعة دي مع بعض، حتى لو في بعض الاختلافات البسيطة. فبالتالي هو ما عندوش مساحة كبيرة في التحرك في مسألة الخطة أو التشكيل. على العكس بيتسو موسيماني، أنا فعلا كل ما أحط نفسي مكانه بشفق على الراجل. عنده خيارات كتيرة جدا 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 المباراة دي، أكتر أعتقد 3 خطط ممكن يلعب بيها أو يفكر فيها للمباراة دي. 3 خطط وثلاث فرق. وثلاث فرق. الأمانة صح. فكل حاجة مش ما يعني أنا حتى وكارتيرون قاعد دلوقتي مع الجهاز الفني وقاعدين كده بيفكروا، طبعا يا جماعه كده نتوقع موسيماني هيعمل ايه. اعتقد النسبه اللي هيحطها 33% ل 3-4-3، 33% ل 4-2-3-1، و 33% ل 4-3-2-1.
ممكن موسيماني يفاجئنا بارتكاز ثالث في نص الملعب، ممكن يكمل بالطريقه اللي لعب بيها في اول مباراه ضمن الاسماعيلي ويكمل بيها في مباراه ثانيه قبل ما يحولها ل 4-3-1. فهي الامانه مباراه فعلا قلبها ل 4-3-3 4-3-2، ممكن يفاجئنا بطريقه رابعه 4-4-2. فامانه حيره كتير قوي عند بيتسو موسيماني، ما حدش اعتقد يقدر يجاوب على السؤال ده غير بيتسو موسيماني الساعه 8 يوم الجمعه ان شاء الله. احمد، يعني الاقرب الحقيقه هو تعيين كابتن محمد عادل كحكم لهذه المباراه، رايك في لو تم تعيين الكابتن محمد عادل؟ يعني وبالتاكيد احنا بندعم الحكام المصريين، يعني النادي الاهلي دايما بيدعم الحكام المصريين، ولكن نتمنى ان الحكم سواء محمد عادل، طبعا كابتن محمد عادل حكم مميز، كابتن محمود البنا حتى لو كان معاه على الفار حكم مميز برضو، بس نتمنى ان ما يكونش بقى في ضربات جزاء زي اللي احنا شفناها في اول اسبوعين، كان في ضربتين جزاء بصراحه غير صحيحين لنادي الزمالك. نتمنى يعني ان مش اي قفزه داخل منطقه الجزاء تتحسب ركله جزاء يعني من الحكام. واللي حصل برضو في مباراه سموحه والاتحاد السكندري كان ركله جزاء برضو على ما اعتقد، في المباراه في الهدف الثالث للاتحاد كانت من بره الدور الجوله الاولى، الجوله الاولى 4-4 كان في الهدف الثالث للاتحاد. فنتمنى ان الحكام بس يعني ان الحكم يكون موفق، واحنا عندنا 19 كاميرا في المباراه، يعني جايبه لك بقى كل حاجه، لو في حاجه مشكوك فيها روح وعيد وزيد واعمل اللي انت عايزه، خد وقتك براحتك خالص. عارف ان هي دي المشكله، ان انا بيبقى عندي الحاجه اللي تخليني اقدر اشوف الموضوع صح ولا غلط مره واثنين وثلاثه وعشرة. احنا ثقتنا كبيره جدا بالمناسبه في التحكيم المصري، وما عنديش اي مشكله مع حد شخصيه يعني، لكن في النهايه انا لما بشوف حاجه بنتقد اداء حكم زي ما اي حد ممكن ينتقد ادائي اداء حد، مفيش مشكله، لكن احنا بننتقد اداء حكم اذا اخطا. لكن ايه المشكله لما حضرتك يجي لك فاول يا كريم او ركله جزاء وانت شاكك فيها كحكم ان هي 50-50 زي ما الكابتن عصام قال كده، 50-50 بس قال بعد المباراه الكابتن عصام. المهم فزي ما الكابتن عصام قال كده، قال لك 50-50 فانا شاكك فيها، ايه المشكله يا جماعه؟ ثانيه واحده هطلع اشوف الفار وارجع، هيحصل ايه؟ هل ممكن ده؟ مش العالم كله بيعمل كده دلوقتي؟ معلش اعذرني. لا صح لا هو الفكره كده، تفتكر السنه اللي فاتت احنا اتكلمنا على موضوع التحكيم ده كتير، وحتى احنا قلنا قبل ماتش الاهلي والزمالك برضو يا جماعه روح للفار، اقعد 5 دقائق، اقعد 10، اقعد ربع ساعه، مفيش مشكله. ولكن الامانه يا كابتن اسلام في الفتره الاخيره انا لقيت حلقه مفقوده، الامانه في حلقه مفقوده احساسي ساعات بتجيب مشاكل. ايه هي بقى الحلقه المفقوده دي؟ لما حكم الساحه بيكلم حكم الفار في الاير بيز ويقول له ايه الاخبار، الكره دي ايه، روح شوف. لا ساعات بياخد قراره من غير ما يروح يشوف، ساعات ما بيروحش يشوف، هي دي الغلطه، دي اللي ممكن في أز. خلي بالك هو انا مثلا بشوف في الدوري الانجليزي كده التسللات بتاع، الا لو الحكم راح قال له بص عليه. لا ما هو مثلا التسللات يعني مثلا لسه اهو جون سواريز اللي اتلغى في ماتش اتلتيكو مدريد وليفربول قبل احنا ما نخش، الفار حكم الكوره من غير ما يشوف خلاص، من غير ما الحكم يشوف، قال له تسلل. لكن انا بتكلم في ايه؟ بتكلم التسلل اوكي، اصل في الاخر ده سيستم، في الاخر ما اعتقدش التسلل هيبقى فيها ازمه. انت تقصد ركله الجزاء تحديدا؟ ركله الجزاء لا، في بعض اللعبات يا كابتن اسلام للامانه بيبقى فيها يعني ايه شك، بمعنى نتكلم بصراحه الكره الاخيره البنالتي بتاع نادي الزمالك في مباراه الجيش، فانت لما تيجي تبص على اللعبه فعلا هتلاقي ان محمود علاء داس زق كده زقه بسيطه لمدافع نادي الجيش، فمدافع نادي الجيش لما تزق زق هو زق، فدخلنا في ديلاما. الديلاما دي بتقول ايه؟ بتقول بص على الفيديو. ببساطه بس هي الفكره امانه، هي دي النقطه، بعض الالعاب اللي بتحتاج مراجعه طويله وفيها تركيز. ليه؟ لان احنا النهارده بنتكلم فعلا مباراه بكره، خلينا نتكلم بسرعه، الموسم اللي فات كم اخطاء تحكيميه فظيعه الأمانة، الناس ما نسيتش الموسم ده، وهيظل الموسم ده الناس دايما بتفتكر فيه اكتر حاجه الاخطاء التحكيميه. فاحنا عايزين قلنا نبدا الموسم ده بشكل مختلف. اللي قاله احمد في بعض الاخطاء اللي حصلت في الجوله الاولى والجوله الثانيه كتير، ده كتير بالنسبه لاخطاء تحصل في جولتين. فاحنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا يوم الجمعه اوكي مفيش مشكله، حكم مصري وكل الحكام المصريين نشهد لهم بالامانه والعدل، بس التسرع يغلطك، انت مش محتاج تتسرع، مش محتاج ان انت كمان إيه يعني انا اسف يبقى عندك شويه كسوف من زميلك. يعني ايه؟ انا دلوقتي اصل هما 2 قضاه في الملعب، واحد في الملعب وواحد في الفار، فساعات بيبقى في كسوف اللي هو ايه ده زميلي قال لي دي كذا، فانا محرج بقى بصراحه اطلعه غلطان او اختلف معاه ونقعد نديبيت في الاير بيز يبقى شكلنا وحش. لا انت اهم حاجه عندك ان انت تحقيق العداله، بس شوف اللي قدامك فعلا وتقيمه اكتر، ما في بعض اللعبات لعبات خادعه بتحتاج وقت اطول وما تتضغطش.
لازم يبقى انت النهارده واخد مساحتك وهادي جدا نفسيا وما عندكش اي مشكله، وربنا طبعا يوفقهم في اداره المباراه. يا مسهل يا رب ان شاء الله. طيب احمد، لو اتكلمنا عن مقارنه رقميه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك في اول جولتين. قبل المقارنه بس في حاجه برضو ايجابيه، ان موسيماني اصلا يعني الحيره اللي كان بيتكلم عليها الكريم، انا شايف ان الحيره دي ايجابيه لينا. يعني الزمالك الحيره عندهم سلبيه، انت النهارده لو طارق حامد اتصاب الزمالك ملوش بديل، يعني طارق حامد ملوش بديل في الزمالك، فانا شايف ان دي حيره بالنسبه لنا ايجابيه. وموسيماني عنده رقم مميز قوي قدام الزمالك، ويعتبر عقده بالنسبه لهم ان هم قابلهم 7 مرات موسيماني مع النادي الاهلي، 3 مواجهات قدام الزمالك ما خسرش ولا مره، كسب 2 واتعادل مره، وحصل على دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي قدام الزمالك. مع سان داونز قابلهم 4 مرات، كسب 3 وخسر مره مباراه في مباراه تحصيل حاصل، واخد دوري ابطال افريقيا مع سان داونز. موسيماني حصل على 3 بطولات في تاريخه دوري ابطال افريقيا، منهم 2 قدام نادي الزمالك. يعني موسيماني كعبه عالي على نادي الزمالك، نتمنى ان الاستمراريه ان شاء الله تتواصل يوم الجمعه. بالنسبه للارقام، انا شايف ان النادي الاهلي ارقامه والنادي الزمالك في اول جولتين مقارنه كده لو استعرضناها، هنلاقي ان النادي الاهلي مسجل 5 اهداف، نادي الزمالك مسجل 4. الفرقتين الوحيدين في الدوري اللي ما دخلش فيهم ولا هدف النادي الاهلي ونادي الزمالك، شباك نظيفه مرتين، وده دليل ان احنا الفرقتين دفاعهم ماشي بشكل كويس. الاستحواذ قريب، نادي الزمالك 58 النادي الاهلي 56. عدد التمريرات بتاعتنا اكتر، احنا بنستحوذ اكتر، 1088 تمريره منهم 902 صح، نادي الزمالك 963 منهم 814. نيجي بقى للرقم المهم قوي اللي هو المحاولات على المرمى، احنا تمريراتنا اكتر وبنروح على الجون اكتر 31، وهم بيروحوا 27، لكن في رقم هم عندهم مميز قوي وهو الفينش. نادي الزمالك 14 صح من كام؟ من 27، يعني نسبه دقه 51%، نص محاولاتهم صح. احنا 12 من 31، 38.7، فهم عندهم الفينش اقوى. حتى العرضيات كل الارقام تعتبر متقاربه، بس في برضو الارقام المهمه، هداف الفريق هنا بيرسي تاو هدفين حتى الان، احمد سيد زيزو وعمر السعيد في الزمالك كل واحد فيهم مسجل هدفين. صناعه الاهداف الاكثر اسيست، محمد مجدي قفشه في النادي الاهلي 2 اسيست، واحمد سيد زيزو اللي لازم نتكلم عليه بشكل مميز. احمد سيد زيزو اكتر لاعب مساهم في اهداف في الزمالك في اول جولتين، مساهم مسجل هدفين وصانع هدفين، يعني مساهم في ال4 اهداف اللي نادي الزمالك جابهم. طيب هنتكلم بقى اكتر فنيا خلال الفتره القادمه، ولكن على الشاشه خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع مع كريم سعيد واحمد ثابت نتكلم اكتر عن النواحي الفنيه ونقاط الضعف ونقاط القوه اللي موجوده في نادي الزمالك بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ابدا بك يا كريم. نعم. وبرضه نتكلم اكتر عن نادي الزمالك. تعالى تشكيل اكيد، تعالى يا كابتن نشوف مع بعض يعني الفكر بتاع الاثنين دول فنيين ممكن يبقى ايه قبل المباراه. زي ما قلت لك في البدايه، كارتيرون امانه هو محظوظ جدا معاه فرقه ثابته، دي واحده من النقط اللي اي مدير فني بيتمنى معاه فرقه ثابته. حتى هو لما طلع وقال احنا ما عملناش صفقات والنادي الاهلي افضل مننا شويه بتاع، انا شايف دي ميزه، انت عندك فرقه ثابته، عندك فرقه سوليد، فريق في خبره، في انسجام معاك، فرقه دي بتلعب مع بعض بقالها كتير جدا جدا جدا. فبعد كده لو في مشكله عندك ان انت النهارده ما يعني ما قدرتش تديري المباراه دي او ديش دي الفرقه دي بشكل جيد، ولكن دي نقطه. طبعا اكيد اي فرقه بتحب تجيب صفقات جديده تدعم، ولكن في نفس الوقت برضو الصفقات الجديده لما بتيجي تخش اي فرقه بتاخد شويه وقت عشان تبدا تديك الاداء الابسط. طيب لما نشرح كده شكل نادي الزمالك ممكن الاقرب اللي يلعب بيه كارتيرون في وجهه نظري ما عندوش اوبشن او ما عندوش مفاجاه ممكن يعملها النادي الاهلي بعيدا عن ال4-2-3-1. فكره بس ال4-2-3-1 هيقفوا ازاي؟ هل هيقفوا في قدام منطقه الجزاء وما يضغطش النادي الاهلي من البدايه ان هو عارف ان بيتسو موسيماني بيحب الفرق اللي تضغط عليه، او ان هو يقول لك لا انا مش عايز اخسر الجهد البدني. أيوة. ينفع النادي الاهلي ظهر في المباراه الاخيره بدنيا كويس فاوقف ورا، لكن في كل الاحوال انا شايف ان كارتيرون هيلعب بال4-2-3-1، خصوصا ان رحيل فرجاني ساسي خلاص ما خلوش عنده اي اوبشن في نص الملعب يا احمد غير ان هو يلعب بيه طارق حامد وامام عاشور. هو بس المركز الوحيد اللي في نادي الزمالك اللي عليه شويه كلام هو مركز البلاي ميكر. بلاي ميكر هنلعب باوباما ولا مصطفى فتحي زي ما شفنا في المباراه الاخيره، وبرده مركز طبعا راس الحربه سيف الدين الجزيري ولا عمر السعيد، ولكن التكتيك واحد
تكتيك نادي الزمالك بنشوف المباراتين الاخيرتين بيلعب باسلوب واحد، الجناحات على طول بتبقى طايره لقدام، اكيد قدام النادي الاهلي ربما واحد يقف والتاني يظل، راس الحرب على طول بيخش داخل منطقه الجزاء عشان ينتظر الكرات العرضيه، اذا الكره العرضيه جت من الطرف الايمن على طول بنلاقي الوينج العكسي بيخش داخل منطقه الجزاء عشان يكون ثنائيه داخل منطقه الجزاء، وشفنا اللعبه دي بالظبط بالظبط في الهدف الثاني لعمر السعيد قدام نادي طلائع الجيش في المباراه الاخيره. طيب الناحيه الثانيه النادي الاهلي الكتير بقى الاوبشنز الكتير قوي، واللي انا ثاني بشوف ان بيتسو موسيماني لحد ما عنده يعني فعلا حيره قويه. اول اوبشن ان اي حد يقول اوكي الطريقه اللي هو بدا بيها الموسم وجود بيرسي تاو ولويس ميكيسون هيخليه يفكر يلعب بالثلاثه الثلاثه ورا واربعه خط الوسط وثلاثه قدام. اوكي الطريقه دي ربما تكون فلحت بشكل كويس جدا جدا في المباراتين الاخيرتين، حتى في الشوط الاول في المباراه الاخيره ربما كان ما فيهاش تهديف، ولكن النادي الاهلي مستحوذ والشكل افضل حتى من مباراه السنه اللي فاتت، ولكن برضه ستيل لسه طريقه لحد ما فيها مخاطره كبيره. ربما بيتسو موسيماني يقول لا انا ممكن العب قدام الاسماعيلي، العب قدام فرق الدوري، لكن ما العبش قدام الزمالك او بيراميدز عشان ممكن تفتح لي تعمل لي ثغرات في الدفاع وممكن تعمل لي هجمات مرتده ورا الاثنين فول باك وتعمل لي بعض المشاكل. فبالتالي يا جماعه تعالوا ما نعملش الكلام ده ونتحول ان احنا نلعب بطريقه مختلفه خالص، وتعالوا نرجع لي الطريقة المعتادة اللي بنعتمد فيها على محمد شريف ونلعب على الأربعة اتنين تلاتة واحد، ونلعب براس حربة صريح وندخل محمد شريف برضو في أو غير محمد شريف خلي بالك. طبعا عندك أنت دلوقتي عندك محمد شريف، عندك حسام حسن، بيرسي تاو، عندك بيرسي تاو ممكن يلعب في لا بس لو لعبت 4 2 3 1 اشك انه يلعب بيرسي تاو راس حربه صريح، لكن هو اللي اكيد هيحط لو لعب 4 2 3 1 هيحط محمد شريف او حسام حسن، بس ممكن يجي يقول لك برضه في نفس الوقت هو بيختار الخطه دي. طب ما دي خطه اوريدي كارتيرور ممكن يتوقعها بسهوله وماش عملت حاجه، ما احنا لعبنا بيها السنه اللي فاتت وهي دي ما فيهاش اي مفاجاه وانا عايز افاجئه، فافاجئه ازاي؟ طب نلغي يا جماعه الخطه دي خالص وتعالوا نعمل حاجه ثالثه، نعمل 4 3 2 1 وممكن كارتيرون ما يتوقعش الطريقه دي خالص ويظن ان انا هنزل اهاجم بتاع، لا انزل اامن نفسي في اول الشوط واجهد نادي الزمالك بدنيا واجره للشوط الثاني والشوط الثاني افتح الهجمات كل بتاعتي. كل طريقه ولها فكر مختلف بالظبط. فمن النهارده لغايه افوجه نظري الساعه 7 ونص وممكن كمان 8 الا ربع ممكن ما نعرفش تكتك موسيماني هيمشي ازاي او حتى التشكيل هيمشي ازاي. ليه؟ لان كم الحيره اللي عنده كبير جدا. طيب برضو هخليني معاك في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. لا. يا كريم 3 4 3 4 4 2 4 5 1 4 3 حاجات كتيره بصراحه، حاجات كتيره جدا بتتقال في هذا الامر. لا. ولكن هل ممكن لاعبين معينين يخلوك تلعب بطريقه 3 4 3 مثلا وبعدين تغيرها وانت في الملعب لطريقه اخرى؟ يعني هو الاكيد ان 3 4 3 مبنيه على ثلاث لعيبه، اكرم توفيق في اليمين واليو ديانج في نص الملعب وبيرسي تاو في الهجوم، والثلاثه دول هم في الملعب اكيد الفكر عند كارتيرون وعند نادي الزمالك ازاي تخلق عند الوينج اللي عندك اجرى على طول مع اكرم توفيق، لان اكرم توفيق هيبقى واخد اللاين ده رايح جاي رايح جاي، وعلى الناحيه الثانيه علي معلول كورك ريت عالي برضو في الحته دي، الاثنين فول باكس النادي الاهلي بيجروا كتير، فبالتالي الوينجر يعني الزمالك لازم يجري كتير، وجود اليو ديانج في نص الملعب هيتطلب من طارق حامد انه يجري معاه كتير، بيرسي تاو برضو يا استاذ احمد ثابت في ماتشين اللي فاتوا قدم لنا وجبه بصراحه كبيره جدا، ليه؟ الراجل على الشمال تلاقيه بينزل يخطف الخطفه اللي خدها الباهر المحمدي، بصراحه دي حاجه يعني كواليتي عالي جدا، باهر محمدي مدافع مش قليل خالص ومدافع دولي، خده وسحبه لنص الملعب وبعد كده لف بيه وراح منفرد ورقصه كمان، فبنتكلم على لاعب اكيد نادي الزمالك يعمل له حساب كبير جدا جدا، ولازم مدافعين هنا مدافعين الزمالك نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام عايز اقولها.
مدافعين نادي الزمالك مدافعين دوليين، دي كام سواء على الونش او محمود علاء، لعيبه كبيره ولعيبه محترمه ومستواهم كويس جدا. هنا السؤال، انت وانت كمدافع هل هتظل واقف في مكانك خوفا من هجوم النادي الاهلي يجبرك انك تنزل وتخرج معاه بره منطقه جزائك، ولا هتلعب اللعب العادي بتاعك وتنزل تضغط على لعيبه النادي الاهلي قدام نص الملعب؟ انتهى اسلوب نادي الزمالك اللي فعلا ما بيقفش ورا زون ديفنس وما بيدافعش زي فرق منتصف الدوري. دي برضو اعتقد من الاسئله اللي كارتيرون ويدفع نادي الزمالك محتاجين هم يجاوبوا لنا عليها يوم الجمعه ان شاء الله. بناء هجمه نادي الزمالك يا احمد. تمام، اول حاجه برضو معانا الشكل بتاع نادي الزمالك في غياب بعد رحيل فرجاني ساسي، نادي الزمالك ايه الشكل اللي بيلعبوا بيه، بيبنوا الهجمه ازاي، دي حاجه مهمه جدا. طبعا زي ما كريم قال هم بيلعبوا أربعة. اول حاجه ثانيه واحده استنى، بيلعبوا بطريقه 4-2-3-1. ايوه ماشي تمام. هنبص اول حاجه زي ما احنا شايفين، ادي واحد يا جدعان، ثانيه واحده يا احمد. طيب بيلعبوا بطريقه ايه؟ 4-4-2-3-1. اهم، انا شايف اهم من طريقه اللعب بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهم من طريقه اللعب اسلوب الضغط. يعني ايه اسلوب الضغط؟ ان انت ضغطك يبقى كويس، الضغط العالي بتاعك يبقى كويس. يعني احنا الشوط الثاني في البنك الاهلي الضغط بتاعنا ما كانش كويس. ايوه تمام، زي ما احنا شايفين 4-2-3-1، ده في حاله، في الحاله الهجوميه في نادي الزمالك طريقه اللعب بتبقى ايه؟ 4-1-4-1. ازاي؟ تعال نبص على طارق حامد. طارق حامد بينزل لتحت دايما، ده اهم حاجه في نادي الزمالك، مركز طارق حامد الجديد او الدور اللي بيعمله طارق حامد، بينزل قدام الاثنين المساكين محمود علاء والونش عشان يبني الهجمه. هنا السؤال، لازم 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 اضغط على طارق حامد في تحضير الهجمه من الخلف. اول حاجه ده اهم نقطه شايفها، لازم طارق حامد بينزل ليه؟ لان هو اكتر من يلمس الكوره في نادي الزمالك، يعني اكتر واحد في طريقه لعب نادي الزمالك الجديده اللي بيبني الهجمه من تحت. اذا اهم من 3-4-3 واهم من 4-2-3-1، موسيماني هيكلف مين بالضغط على طارق حامد؟ ما هو انا لو لعبت ب 4-2-3-1 صانع الالعاب اللي هيضغط على قفشه مثلا هيضغط على طارق حامد، لو لعبت ب 3-4-3 لازم واحد من الجناح يضغط، او لعبت ب 3 ارتكاز يبقى واحد من الارتكاز يضغط. ده الحاجه المهمه جدا. الحاجه الثانيه في طريقه لعب باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك ان الاجنحه بقت بتخش لجوه، اللي هو مين؟ زيزو واشرف بن شرقي وحمزه المسلوسي طبعا عشان يعملوا الاوفرلاب، واحمد فتوح. الجبهه اليمين بتاعه نادي الزمالك هي اخطر جبهه في نادي الزمالك من وجهه نظري، كويسه كمان حمزه، هي جبهه العرضيات، حمزه المسلوسي وكارتيرون جبهه العرضيات. الناحيه الثانيه واحمد زيزو تقصد؟ احمد سيد زيزو وحمزه المسلوسي. الناحيه الثانيه اشرف بن شرقي واحمد فتوح، اشرف بن شرقي دايما بيخش لجوه وبقاله فتره مش موفق في عمليه الفينش. زي ما قلنا اهم حاجه ان طارق حامد بيعمل بينزل ويعمل التمريرات الطوليه. تعال نشوف الكلام ده ازاي بيبنوا الهجمه بالصور. نجيب الصوره الاولى، هنلاقي في الصوره الاولى اهم حاجه زي ما بقول لحضرتك دي اهم نقطه اهو، زي ما احنا شايفين ده مين اللي معاه الكوره؟ طارق حامد. النهارده امام عاشور فين؟ بيتقدم، بيحاول طريقه اللعب بنادي الزمالك في الحاله الهجوميه وهو معاه الكوره شكل، وهو مش معاه الكوره شكل، وهو معاه الكوره 4-1-4-1. ادي طارق حامد، ادي امام عاشور، ادي مصطفى فتحي. مصطفى فتحي اهو اللي هو نازل. تعالى بقى نشوف فين زيزو واقف فين وبن شرقي واقف فين؟ جوه الملعب في العمق. ليه؟ عشان يسمح لحمزه المسلوسي هناك ان هو يطير، والناحيه الثانيه احمد فتوح ان هو يطير. هنا السؤال، طب انا دلوقتي هدافع ازاي؟ دلوقتي زيزو بيخش لجوه وبن شرقي بيخش لجوه، لو انا لعبت ب 4-2-3-1 لازم الجناحين يرجعوا. اوكي. لازم، ليه؟ عشان جبهه زيزو وحمزه المسلوسي على علي معلول لوحده، كارتيرون بيعمل ايه؟ بيعمل موقف 2-1، يعني زيزو وادي حمزه المسلوسي 2 على معلول. طب انا النهارده موسيماني اكيد بيفكر هدافع ازاي؟ انت النهارده علي معلول لوحده، لازم الجناح يكون بيدافع. بس تفتكر ان هو هيطير الاثنين فول باكس؟ لا مش واحد بس على الاقل، بس على الاقل الجبهه اليمين زي ما انت شايف زيزو لجوه وبن شرقي لجوه. الزمالك كان زمان ايام فرجاني ساسي بيعتمد ان فرجاني ينزل يشوط ويعمل التمريرات الطوليه، لا الوقت الطريقه متغيره، طارق حامد هو اللي بينزل، عشان كده انا لازم امنع الهجمه من البدايه، افسد لهم الهجمه من البدايه من خلال طارق حامد ده. مين اللي هيراقبه؟ ما ادوهوش راحه، يعني الجيش بيعملوا ايه هنا؟ سايبين طارق حامد يستلم براحته ويعمل، يعني الجون الثاني، هات الصوره اللي بعدها كده يا استاذ سمير.
ده برضو نفس الشكل، او طارق حامد بيستلم الكوره معاه، مين اللي الجيش سايبين طارق حامد يلعب براحته، وهو اصلا يعتبر صانع الالعاب الفعلي هذا الموسم لنادي الزمالك هو طارق حامد من وجهه نظري بتمريراته الطوليه اللي بتتلعب. الحاجه الثانيه، مصطفى فتحي وامام عاشور فين؟ عاملين خط، يعني هو مش واقف في نفس الخط، يعني دول مش اتنين ارتكاز في بناء الهجمه، دي طريقه لعب 4-1-4-1 بتقدم امام عاشور جنب مصطفى فتحي، وادي برده زيزو داخل لجوه. اذا كمل الصوره اللي بعدها، دي اهم صوره اللي جايه بقى، ده الهدف الثاني بتاع الزمالك، ده فكر كارتيرون. النهارده محمود علاء بيعمل ايه؟ بيدور على طارق حامد عشان ينزل يستلم. طب انا الجيش سايبينه يستلم، انا ما ينفعش اسيب طارق حامد يستلم، لازم اضايقه، لازم اعمل عليه مانتو مان. من الاخر لازم طارق حامد افسد هجمه الزمالك من البدايه. عشان كده بقول لحضرتك، طب انا لو لعبت ب 4-2-3-1 لعبت ب 4، انا ما يفرقش معايا الطرق، انا اللي يفرق معايا ادوار اللعيبه والضغط. لازم الضغط يا جماعه من بدري، لازم طارق حامد امنع ان هو يبني الهجمه من بدري. طارق حامد النهارده محمود علاء هو بيدور عليه، هات الصوره اللي بعدها، شوف طارق حامد فين لما استلم الكوره. الصوره اللي بعدها هنلاقي ان طارق حامد استلم الكوره اهو، بص استلم الكوره من محمود علاء وهو مغمض، هتلاقي الاطراف قبل الصوره اللي بعدها وانتم مغمضين هتلاقوا ايه، زيزو وبن شرقي دخلوا لجوه اهو. انا النهارده هتتلعب في المساحه اللي ما بين ايمن اشرف ومعلول، فنخلي بالنا ان لازم الجناح يرجع يساند معلول. عشان كده لو انا لعبت ب 4-2-3-1 على سبيل المثال، لازم الجناح يكون بيدافع كويس، لازم قدام معلول. دي خطوره نادي الزمالك، طارق حامد بيلعبها لزيزو، زيزو بيلعبها لعمر السعيد اللي هو مميز عن سيف الدين الجزيري بايه؟ بضربات الراس. فزيزو اهو قطع لجوه ولعبها ليه، دي الجمله المتحفظه من كارتيرون، ده اسلوب كارتيرون. اذا انا السؤال هو خطورتهم في حاجتين بالظبط في بناء الهجمه، ان طارق حامد بينزل ما بين محمود علاء وما بين الونش، انا لازم افسد طارق حامد اوقفه ان هو يبني الهجمه من الاول، ده الدور المهم جدا. عشان كده بقول لحضرتك اي طريقه لعب مش حد يعني اي طريقه لعب مش هتفرق معايا، انا اللي يفرق معايا الادوار في الضغط. طول ما النادي الاهلي بيضغط كويس وتنزل من البدايه عامل ضغط، انت النادي الاهلي تنزل بشخصيه النادي الاهلي من الاول وضغط بشكل كويس هتخوفهم من الاخر. خلي بالك دي برضو معلش برضو عشان موضوع الضغط ده برضو بيفرق معايا شويه، لانه احنا في سنه من السنين كنا زيك كده، كنا بنقول احنا عايزين، احنا كلاعبين كنا بنلعب في الملعب يعني ساعتها، مانويل جوزيه طلب مننا احنا نرجع كلنا نص الملعب. الماتش ده احنا كسبناه 2-0 بالطريقه دي بالاسلوب ده، كان كل اللعيبه بتروح على بركات او طارق السيد كان واقف عند بركات وانا اللي كنت بعدي من ناحيه اليمين واعمل اوفر ابو تريكا ومتعب. ماتش تمام، ماتش الدور الثاني بالدوري 2-0، الدور الثاني اللي كان 2-0 في اول ثلث ساعه. فيعني انا اقصد اقول لك ايه، ان في موضوع ان انت مش لازم، انا مش اقصد ضغط عالي، في النهايه انا اقصد ايه، ان انا كمدير فني انا املك الحلول الكتيره اللي انا اقدر اشتغل بيها. انا اقصد ان الضغط مش شرط يكون ضغط عالي. انت ممكن تعمل ضغط في وسط الملعب، ممكن تلعب دفاع منطقه عادي، بس انا ما سيبش طارق حامد يحضر من، يعني الجيش كانوا بيعملوا ايه، ما هم بيلعبوا دفاع منطقه بس سايبين طارق حامد يحضر براحته. طول ما انت سايب طارق حامد يحضر ينزل يسقط، انت عارف لو انت ضغطت على طارق حامد انت فصلت دفاع الزمالك عن هجومه، النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، انا هو بيعمل موقف 2-1 زيزو والجناح اللي معاه حمزه المسلوسي الظهير اللي معاه بيعملوا الاوفرلاب، فبيعملوا 2-1 قدام مين، معلول. النهارده لو الجناح ما رجعش، لو انا مثلا لعبت ب 4-2-3-1 والجناح ما رجعش هتبقى مشكله. الحاجه الثانيه، لو انت لعبت بثلاثه ارتكاز، طب لو لعبنا ب 4-3-3 لازم عمرو السوليه مثلا لو ارتكاز ثالث يروح يرحل في الجبهه دي واعمل مثلثات، لو لعبت ب 3-4-3 هتديني برضو افضليه ان مثلا حمدي فتحي والسوليه وديانج في وسط الملعب، يبقى لازم السوليه يبقى مكلف من ناحيه جبهه الشمال ولازم يبقى ديانج ناحيه اليمين. نكمل برضو بقيه الصور، ده برضو دي اول حاجه، ده بناء الهجمه تمام. تعال نشوف الضربات الثابته، نادي الزمالك خاطرين برضو في الضربات الثابته، ده السيت بيس بتاعهم الضربه الثابته ازاي. محمود علاء هم بيخدوا الفكره مننا في مباراه القاضيه، ممكن لما كان عمرو السوليه واقف على الدايره وبعدين بتتلعب فين، جوه السته، هنا محمود علاء واقف بعيد خالص، شايف واقف فين، ايوه لازم يتمسك محمود علاء والونش تحديدا في الضربات الثابته. هات الصوره اللي بعدها، بص محمود علاء اتلعبت له فين الكره دي، كانت جون بس جت جنب العارضه، يعني المفروض ان هي جون. لازم نخلي بالنا من محمود علاء في الضربات الثابته، مين اللي هيمسكه، محمود علاء والونش. ممكن الطريقه دي اتلعبت في مباراه عمرو السوليه لو نفتكر، هدف القاضيه ممكن كنا احنا عملنا اللي هو اتلعبت على القريبه، على القريبه بس نفس الفكره، ومتجمعين وواقفين وبعد كده هنا متحفظه، فدي برده مهمه جدا جدا جدا. نكمل
ده بقى تعالى نشوف، احنا كده شفنا بناء الهجمه، شفنا الشكل الهجومي وتحولاتهم لل 4-1-4-1، وشفنا ايه الضربات الثابته. طب اسلوبهم الدفاعي ازاي؟ بيتحولوا ليه 4-4-2 في الحاله الدفاعيه؟ عشان كده بقول لحضرتك الزمالك وهو معاه الكوره شكل وهو مش معاه الكوره شكل تاني. ادي ال 4-4-2، زيزو بيرجع يرتد قدام حمزه المسلوسي، بن شرقي بيرجع يمتد قدام احمد فتوح، وادي ومصطفى فتحي او اوباما. يعني انا بشوف ان اوباما هيبدا لسبب، مصطفى فتحي ما نجحش الماتش اللي فات ليه؟ لان هو ادواره الدفاعيه قليله في طريقه لعب 4-1-4-1 في اللي هي في الحاله الهجوميه، وفي الدفاع ما بياخدش الكره الثانيه، فعشان كده كارتيرون راح مطلعه وهو مستني اوباما يخش باي شكل، عشان اوباما دفاعيا يعتبر اقوى من مصطفى فتحي. كذلك زيزو هو بيرتد، بن شرقي بيرتد. هات الصوره اللي بعدها برضو نفس الشكل، ادي الزمالك في الحاله الدفاعيه. على فكره دي بتعمل مشكله، ان لو اوباما او مصطفى فتحي ما بيرجعش يدافع فبيبقى في مشكله في حته عمق الملعب عند نادي الزمالك واضحه. لازم انا استغل الحته دي من خلال سرعات قفشه او مهاره قفشه او بيرسي تاو، مهم جدا. ادي الاربعه 4-2 الحاله الدفاعيه بتاعت نادي الزمالك. كمل الصوره اللي جايه دي بقى مهمه جدا جدا جدا. مشكله الزمالك لما بيلعب كده، محمود علاء عنده مشكله واضحه في مصيده التسلل، ما بيغطيش التسلل صح. بص كلهم واقفين ازاي، ادي فتوح، ادي الونش، ادي محمود علاء، ادي حمزه المسلوسي. هنا دور، عشان كده وجهه نظري ان محمد شريف لو بدا، اعتقد ان هو محمد شريف لسه في الهدف اللي فات قدر ان هو يكسر مصيده التسلل في الهدف اللي جابه. محمد شريف عنده الميزه دي، محمد شريف لو وقف او حسام حسن عنده ميزه كسر مصيده التسلل، هيديك عمق هجومي، هيعمل قلق لمين؟ للونش ومحمود علاء. بص الكره دي، بص محمود علاء متاخر ازاي. على فكره الكره دي اتكررت كتير، يعني خد خطوتين لقدام اوف سايد، اوف سايد على طول. فمحمود علاء عنده مشكله في الحته دي، لازم احنا نستغل النقطه دي، المساحات الموجوده ما بين محمود علاء وما بين الونش والمساحات الموجوده في عمق الملعب. عشان كده قلت لحضرتك اي طريقه لعب انت مهم ان انت تكلف بالادوار الدفاعيه، انت هتدافع ازاي، هتهاجم ازاي، هتستغل الثغرات الموجوده عند نادي الزمالك ازاي. فدي احد الثغرات الموجوده اللي هي عمق الملعب. ليه؟ لان مصطفى فتحي واوباما دفاعيا مش قوي، وبالتالي طريقه لعب الكارتيرون بيحاول يغطيها بعوده امام عاشور جنب طارق حامد، فبتبقى الطريقه اللي هي 4-4-2 في الحاله الدفاعيه، مصطفى فتحي ما بيرجعش لورا او اوباما، فبتبقى عمق الملعب فاضي اللي هي منطقه الزون 14 اللي يقدر يستغلها قفشه ويقدر يستغلها بيرسي تاو. ومباراه القمه ياما نجمت لعيبه وياما طلعت لعيبه، عشان كده انا شايف ان بيرسي تاو ان شاء الله ان شاء الله يكون واحد من نجوم المباراه دي باذن الله، لو قدر ان هو يستغل المساحه الموجوده في عمق الملعب. كذلك محمد شريف او بيرسي تاو او اي حد، حسين الشحات، اي حد يقدر يستغل المساحه اللي هي الموجوده ما بين محمود علاء والونش، ونستغل محمود علاء في حته مصيده التسلل. تمام، لو حضرتك كارتيرون التشكيل اللي هتحطه مين؟ اعتقد تشكيل الزمالك يعني واضح، ابو جبل حارس مرمى، محمود علاء والونش اثنين مساكين، حمزه المسلوسي باك يمين، وفتوح باك شمال، واثنين في خط الوسط طارق حامد وامام عاشور. انا في وجهه نظري ربما يروح لمصطفى فتحي كبلاي ميكر، ويروح لزيزو على اليمين، ويروح على بن شرقي في الشمال، ومهاجم صريح هيحط عمر السعيد، وهيبقي سيف الدين الجزيري على دكه البدلاء كورقه يستخدمها في الشوط الثاني. بالظبط سيناريو اقرب لمباراه الدور الثاني شفناها في السنه اللي فاتت. وان كان النقطه بس الاخيره عايز اقولها يا كابتن اسلام، ان لازم ناخد بالنا، ناخد بالنا كويس قوي، ما اقصدش حاجه والله، بس ناخد بالنا طالما النهارده بنتكلم في مباريات لحد ما بيبقى فيها ضغط شويه برضو على الحكام في موضوع ضربات الجزاء، واحنا بنتكلم على الفار كتير وكده، فنبقى واخدين بالنا ان الاثنين الوينجات بتوع نادي الزمالك زيزو وبن شرقي لازم دايما يحصل لهم بوكسنج اوت خارج منطقه الجزاء، يعني ما نوديش نفسنا اصلا لمرحله الشك، لان اكيد فكره ان بن شرقي دايما بيعتمد على المهاره الفرديه، وزيزو برضو بيعتمد على الانطلاقات، وونس ان احنا قررنا الجبهه. انا وجهه نظري أي، ان الجبهه اليمين في نادي الزمالك جبهه بتمتاز بدقه الكرات العرضيه طبعا بشكل رائع طبعا جدا، سواء المسلوسي ممتاز بصراحه، عرضياته ممتاز، الاثنين الحقيقه بيعملوا اوفرات 10 على 10. لكن احنا عايزين يعني بس برضو نبقى فاكرين الدور الثاني كنا متقدمين 1-0 والدنيا ماشيه كويس جدا، نادي الزمالك لعب كتير على الحته دي بتاعت ان انا النهارده احط الكوره على الاطراف، برضو كانت يعني سببت لينا في ركله الجزاء في الدور الاول، سببت لينا حتى في هدف شيكابالا، سببت دايما هجوم نادي الزمالك علينا في المباريات الاخيره كله من على اللاعب اللي على الجناح اكتر منه لاعب من عمق الملعب.
احمد كارتيرون اعتقد ان هيبدا مش هسالك على موسيماني ما تقلقش. هو مش هيعرف. ومين يعرف؟ هو بجد بجد والله مين يعرف يعني؟ محمد ابو جبل في حراسه المرمى، الوينش ومحمود علاء ناحيه اليمين، حمزه المسلوسي ناحيه الشمال، احمد فتوح، طارق حامد، وامام عاشور، اعتقد اوباما لان هو بيجهزه بشكل كبير عشان حته الدور الدفاعي، واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي، وقدام عمر السعيد الاقرب لانه ماشي وجايب هدفين، ماشي بشكل كويس وهو عايز يستغل حته العرضيات بتاعت الجبهه اليمين دي. حتى احنا معانا الخريطه بتاعت العرضيات، لو كملنا الصور هنلاقي الاماكن بقى اللي هي اللي مررها طارق حامد واماكن العرضيات. اخر صورتين معانا هنلاقي ان في العرضيات بتاعت احمد سيد زيزو بيرفعها منين، التمريرات احنا جايبينها، التمريرات الطوليه بتاعت طارق حامد. عشان كده قلت لحضرتك الاماكن طارق حامد مهم جدا، التمريرات الطوليه بص ده اول حاجه معانا ديت اللي هي الاماكن اللي لعب منها طارق حامد التمرير الطولي اللي هو فوق اكتر من 30 متر. أيوة. بص فين دول، 1 2 3 كلهم حوالين الدايره. عشان كده انا بشوف لو انت لعبت باي طريقه لعب لازم يكون في واحد هيقرب، مين اللي هيرخم على طارق حامد في الماتش، مين اللي هيبقى لازق له عشان امنع التمرير الطولي لطارق حامد. تمام. الصوره اللي بعد كده، الصوره اللي بعدها ديت الاماكن بتاعت التمريرات المتوسطه بتاعت طارق حامد. اللي بعد كده، اللي بعدها انت قلت صورتين يا احمد. ماشي، دي اخر صوره. احمد ماشي. سيد زيزو العرضيات، دي اماكن العرضيات بتاعت احمد سيد زيزو، هنلاقي ان اغلبهم لما بيجي هو على الطرف قوي بيروح عامل العرضيات، لكن لما بيخش لجوه برضو حتى الجون الثاني لما جابه وعملها من قريب يعني. ايوه. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه باي طريقه، سواء 3 4 3 3 5 2 3 6 1 اي حاجه. عموما نتمنى طبعا كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا النهارده، ونتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه. اسيب اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله، وهسيب حضراتكم بقى للمباراه ان شاء الله يوم الجمعه. كلنا بنستعد لهذه المباراه ابتداء من اليوم، وان شاء الله يوم الاحد هكون مع حضراتكم الساعه 12 بالليل بعد نهايه برنامج الاهلي ينتخب، اكون مع حضراتكم، وان شاء الله ان شاء الله نكون بننتظر ثلاث نقاط وبننظر للثلاث نقاط اللي هناخدهم بعد كده ان شاء الله في بقيه مباريات الدوري بعد الايقاف الدولي ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد على خير.